شيكنا على البوست اوفيس. خلنا نشيك تحت. اوكي صار هذه فائدتها انه نرفع هذه كذا نزلتها اخر شيء. نرفع هذه اوكي ننزل نشوف ايش الحكاية هنا. وات يستحق ان نروح نشوف ايش الحكاية او نحطها عندنا هنا في الكوليكشنز. شيء عملاق. اوكي وش ذا؟ I've just snipped out اوكي ما في شيء مفيد. خلنا نمشي. ها وات اوكي اتوقع اني عرفت ايش اللي ناقصنا تصدقون. طيب يبغى نروح للبلاك سميث. لا مو للبلاك سميث، للبل ورك شوب. هذه ناخذ منه الشيء اللي انا حطيته عنده. هذا الشيء ما عندي ناخذه صح؟ اوب اوكي ناخذ الشيء هذا اللي انا حطيته عنده. نسري للمكان اللي كنا فيه تو عند البلاك سميث لان اتوقع عرفت ايش يبغانا نسوي. اتوقع اوكي نوب بس الرسمة حقتها كانت هناك شلون كذا؟ اصلا في شيء فوق. اوكي شو ذا الحبل؟ اوكي اتوقع ذا الحين صار مناسب. ما عندي أي فكرة وش هذا الحبل لكن في لغز هنا ولازم نحله. هذا هم grateful for extra income I'm slightly worried about my damage cables on the workshop the floor looks very weak and I'm nervous every time I have to carry something heavy over it anyway I have May the repair cable you asked for, it's only a temporary fix. It should. Okay. Bible. Tell, tell. Okay. My sleeps. شيء مفيد. اهلا ابي لي اروح احط هذه هنا ارجع اخذ هذه هنا. اتوقع الحين نستفيد منه شلون ما ادري لكن يلا. لكن هو دقيقة هو قال انه anyway I've made the repair cable you've asked for it's on a temporary fix. هذا هو شيء مؤقت سواه تسليك يعني او ترقيع ترقيع لايش؟ كيبل ما ادري ايش يبغى. طيب خلنا ننزل هنا نشوف ايش السالفة. اهلا ها اوكي
تعال. اوكي اوكي An artist's tools are kept sharpened. Any memory can be etched in stone. أبن ولعنا الفرن. طيب ايش هنستفيد؟ ايوه In the darkness, new memories can be painted into our lives. ها huh. What the hell? اوكي انا باقي لنا الفيش هذا الحين اتوقع. Sometimes we find old ones. We forgot we're even there. Okay. Mechanic engineer. الهندسة الميكانيكية. هيك مي كونكت فور ذا بروكن كيبل. خلاص خلصنا هذه اللي كانت حقت الكيبل. اوه بروجيكتور. Set an easel in the corner of the room by the window. And we both painted together for most of the afternoon. The paintings were remedial, but showed a keen desire to express one's emotions. There's a person in there just screaming to break out. The whole session was recorded, and I believe this is tangible evidence that the therapy is working. I just need to show sustainability to ensure further funding. Of course, full validation is مع لجنة المحلفين هذول اللي قال لك هم الفازعين لنا بالفلوس بيعطينا الدعم المادي. شكرا. ما ادري ايش قفلت الباب بس كذا فصله. لوك دور وين جوينج تو بيد. ابشر ابشر ان شاء الله. وات اوه دخلنا وا وات ذا هيل. طيب هذا لغز ثاني منفرد عن التو. اوكي طيب الو خلينا نحل اللغز هذا نحاول نحله. طيب ايش هذه وايش هذه ايش هذه الاشياء كلها اصلا. هذا يطلع ميوزك وته. اوكي مور دامج فيلرز بلاك اكومن هاز بين بريكنج اول اوفر ذا تايم فورسينج مي تو باي ان بلك اور سيرش اوت اكسبنسيف اند سبيسيفيك اباوت ذا هيمينجز واي اور اون ذا بس ام كرييتينج سم تايمز اي وندر اف اي ام سبيشالي سو ماني فيلرز. اوكي طيب ما لنا نروح للبوست اوفيس او للبريد اتوقع يعني. بس دقيقة يا اخي ابى اشيك وين ال اسمع ميوزك هنا. 8 9 10 ready or not here I come. Do you remember? What? قاعدين نسمع ذكريات من جين. انت شغال الحين في الاوبشن يجي. اوكي هذا الباب اللي طلعنا. انا الحين مالي الا اروح للبوست اوفيس اشوف هل عندهم قطع هتفيدني ولا لا. بوست اوفيس اتوقع انه فوق. يا من هنا. اوه في بروجيكتر. نسيت هذا البروجيكتر بعد. ايش السالفة هنا؟ دي نكتب اسم. اوكي خلنا نكتب دستروير. فصلة. طيب هنا ما في اي ورقة كذا نقراها عشان
حتى نحاول نحل اللغز أقلها. وش ذا؟ عود ثقاب. عود ثقاب كبريت. ليش عطونا كبريت؟ اللعبة دي بصراحة عليهم ألغاز ما تقصر. ديزاستر ماين كلابس كيلز 23. هذا النفق اللي انفجر شيء يغبن يغبن ويغبن. نعم، دقايق. انا حطيت اشياء كثيرة هنا، تصدقون؟ من هذا الشيء؟ خزنة ما اتوقع نستفيد منه، لكن ابغى هذا الشيء. خلنا بس قبل لا نطلع او قبل لا نروح ننزل هذه. يعني شوف هل في قطع نقدر ناخذها شيء نستفيد منها. نوب. اوكي نروح للمكان حقنا. طيب حط له هذه هنا مثلا. طب انا ما ادري ايش بسوي، فخلوني افكر في الوضع ونجيكم. اوكي، وفجأة كذا وانا قاعد الفلف في المدينة المنطقة دي لقيت ذا الشيء. تقريبر And we'll get through this in one piece. Now, when you're ready, come back to the case and let's access the first core memory of this evening. Okay. The tone, the rhythm. Just listening to that melody Teleport. Will never get old. خنشوف إيش الcore memory. Okay, Restorer. Hmm. It's time to venture into our first core memory. Okay. I can't contact you when you're inside, so good luck. Core When memory. You're ready, activate the music box and step through the doorway. طيب هذه ذاكرة يعني يقول لك ما يقدر يتواصلوا معانا فيها، و يعني يقول لك هذه الذاكرة الخلاص يسحفان. أهلا، وراهم ذاكرتهم كذا. أهلا، كاميرا. What the hell? Okay. الوضع غريب يا عيال. الوضع سلو موشن. ايش الحكاية؟ هذي قال لها ذاكرة أساسية. Someone unwrapping a present. في واحد قاعد يفك هدية. ميل فويس. اوكي، لما نأشر على شيء كل شوية شيء يتضح. خلنا بيرث داي بارتي. اوكي باقي لنا بعض الاشياء هنا. اسلم. اوكي
Nope, nothing here. Okay. انتم كاميراتكم الخربانة. ذكريات. طيب بعدين نرجع يعني ولا خلاص خلصنا ولا كيف؟ اتوقع نرجع خلاص. اوكي اهلا. صورنا لكم كل شيء. Strong emotional readings that point to a pleasant memory. Then again, even happy memories can be locked away for good reason sometimes. There are at least two areas close by that hold memory fragments. These should lead us to more core memories, and hopefully the artifact. From my notes, it seems that you'll need to follow the river further up the valley, and see what we can access there. على قولتهم يقول لازم نتبع النهر. طيب كيف؟ اتوقع نرجع للهاربر يعني. اهلا. وات وين ذا المكان؟ اوه هذا اللي لقينا فيه الفراجمنت. اوكي ايش مكتوب هنا؟ اوكي طيب نروح لل على النهر. اتوقع النهر من هناك. ما ادري انا من هنا. ايوه بس مقفل الطريق اللي فوق. لا ايوه انفتح. لا لا كذا شغل مزبوط. فتحنا الطريق. يجي. Let's explore, shall we? Yep, shall we? Okay. نقول نتجول هنا لين نلقى لنا مكان. طريق. أتوقع هذا هو. واضح يعني. اوكي الو اتوقع من هنا. طيب في طريق من هناك عند الباب هذا بس الباب مقفل. في بابين بعد مو باب واحد. وش ذا؟ لوحة فنية. باب مقفل. باب وش وضعه؟ وش وضع هذا الباب؟ والله كذا بكسلات ويرتعش اعوذ بالله. طيب من ذا الطريق. ما ادري ايش الطرق اللي ورا كانت مقفله بس يلا نروح من ذا الطريق. دام انه واو. اوكي وات بينويل اندستريال. اوكي